أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا ماريكي. توقعات برج الأسد ليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس، 21 آب، 21/8/2023. مع التخمسية الشمسية والقمر لبلوتو أورانوس، لازم تتكيف مع الجهود الضرورية وما تتسرعش في الأمور. لازم تثق في نفسك وتأمن نفسك، وهتحس بإهمال كبير مع انطباع بعدم تحقيق أي حاجة. هتبتدي تظهر أفكار غير سارة ومقلقة قبل ما تخفيها بشكل معين، هتترسخ من غير تفصيل للتراخي اللي بيبقى مش بيناسبك. الحب هيطلب منك تفاصيل كتير، في مكان انت بتذهب ليه هيبقى فيه اتزان معتاد، هيبدو انك اتخليت عنه في الفترة دي. ممكن انك تندفع وهيبقى الاندفاع مسيطر، مش دايما بطريقة مناسبة، لكنك هتحس انك لائق وهتبتدي تبقى فعال في الفترة دي، وهيسود عدم رضا. انت هتبقى مش سعيد مع نفسك على الرغم من كل جهودك، لازم تعترف بده. كل حاجة بتشتغل عليها زي ما هي مخطط ليها، الفترة مش مواضية لنجاحك، لازم تتحلى بالصبر اكتر. هتبتدي بداية اسبوع معقدة للغاية بالنسبة لكتير منكم، هيتضح انك غير لائق، وهتلاقي صعوبة في انك تقيم مواقفك الحقيقية، وهتتجنب اتخاذ قرارات مهمة. هتحس بارتباك وعدم امان في اليوم ده، مش مناسب بالنسبة ليك عشان تسعى وتحقق النجاح باي تمن. هتبتدي تواجه مقاومة قوية او سوء فهم من اشخاص هتعتمد عليهم او تشتغل معاهم، هتتواصل معاهم بشكل كبير، هياخد منك اكمال مهماتك وقت اطول بالنسبة ليك. ممكن في بعض الاحيان انه يسبب ليك احباط في حياتك انت في غنى عنه في الفترة دي، بس ما تقلقش، الموضوع لو عرفت تتعامل معاه بشكل صحيح هتعرف تتخطى كل الازمات اللي ممكن تقع فيها من خلاله. بالنسبة لي حركة الكواكب النهاردة، القمر هيبقى بيشكل مع الشمس تخمسية التعديلات ضرورية للنمو والتحسين عشان نكتشف ازاي نجري التغيرات دي. هنحس ببعض السخط والتوتر، وهتظهر مخاوف من الخسارة والغيرة، ممكن يبقى فيه تحول للقوة، انتكاسات هتخلينا نحس مؤقتا بالضيق. هنحتاج اننا نسيب كل حاجة تمشي وهنذهب لتعزيز نفسنا ونمونا. هيتجه القمر لبرج العقرب، وهنميل للطبقات المخفية للمواقف، هنولي كتير من الاهتمام للحدس فيها.